أهلا بكم من جديد. أثارت قرارات مجلس النواب مؤخرا بحفظ بعض الملفات وعدم تحويلها إلى القضاء موجة من الغضب والاستياء في الشارع الأردني، وكانت آخرها طي ملف سفر خالد شاهين وعدم تحويله إلى النائب العام. ولأهمية الموضوع نستضيف النائب سميح المومني الذي اعتبر أن طي ملف القضية هو حماية للفساد. بداية بصبح عليك سعادة النائب سميح المومني، وبالتأكيد شرفت استوديو دنيا الصحافة. صباح الخير وشكرا لكم وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب. يعني أثارت توصية مجلس النواب بعدم إحالة ملف سفر خالد شاهين إلى القضاء موجة من الاستياء، طبعا إلك كان موقف واضح وصريح في هذا الشأن، بدنا نطلب منك تطلعنا على ما جرى تحت قبة المجلس. هو حقيقة في كان لجنة للتحقيق في ملف سفر خالد شاهين، واللجنة يعني اجتهدت وعملت جهد كبير ووصلت لقرارات انه يعني ما في هناك اي شبهة فساد بالنسبة لسفر خالد شاهين. انا رأيي الشخصي حقيقة خصوصا بعد انه المجلس النواب كان عدة لجان، سواء سكن كريم لعيش كريم او غيرها من لجان التحقيق، وكل اللجان كانت في مجملها بتحكي عن تبرئة المتهمين. رأيي الشخصي انه صحيح انه الدستور يعطي صلاحية لمجلس النواب بإحالة النواب السابقين، الوزراء السابقين والوزراء الحاليين ورؤساء الوزراء السابقين والحاليين، هم أعطتهم حق الإحالة إلى القضاء بعد التعديلات الدستورية. قبل التعديلات الدستورية كان حق الاتهام، حق الاتهام كما حدث بالنسبة للوزير السابق أسامة الدباس. بعد التعديلات صار حق الإحالة. الآن أنا في رأيي الشخصي إنه الوزير السابق والنائب السابق والعين السابق ورئيس الوزراء السابق هم مواطنون. إذا ثبت هناك أو إذا وجد هناك أي اتهام أو شبهة فساد يجب أن يحولوا للقضاء. ما في داعي يتحولوا لمجلس النواب، وخصوصا بصراحة نحكي إنه لجان التحقيق غير مختصة. يعني هي غير مختصة، والمختص أكثر واللي متمكن أكثر هو القضاء. والقضاء عندنا والحمد لله عادل، فإذا كان هناك في أي إذا كان بريء فخير وبركة والله يبريه والقضاء يبريه. أما يصير يعني يصير يبعثوا إلى مجلس النواب ومن ثم لجان تحقق ومن ثم يبرأ، ويصبح مجلس النواب كأنه سد أمام تحقيق العدالة، كأنه مانع أمام تحقيق العدالة. أنا شخصيا رأيي يجب تعديل المادة الدستورية 56 بحيث أنه كل مواطن مهما كان مين ما كان، وزير نائب عين أي مواطن عليه شبهة فساد يذهب إلى القضاء. القضاء إما يبري، وإذا بري الله يبري، وإذا مش بري بده يتهم زيه زي أي مواطن آخر. هذا رأيي أنا شخصي، وحقيقة سأعمل على ذلك. يعني سأعمل أنا وزملائي بطلب تعديل المادة الدستورية وشطب هذه المادة بحيث أنه كل مواطن مهما كان يجب أن يذهب إلى القضاء، وخصوصا إنه إحنا جايين على أن نطالب بقانون من أين لك هذا. طيب إذا إحنا أقرينا قانون من أين لك هذا، وأصلاً اللي من أين لك هذا معظمهم وزراء سابقين ورؤساء حكومات سابقين. إذا كما بنحولهم نحيلهم عندنا على هذا وإحنا اللي نقرر إحالتهم، إذا بالتالي رايحين ما في داعي لها القانون كله. إذا يجب حقيقة إنه إحنا هذه المادة نعدلها أو نشطبها كلها، يعني حتى بالأخير يصبح في عدالة للجميع. هذا هو تصوري من أهم الأمور الموضوع. خصوصا أيضا أنه إحنا ذاهبين إلى حكومات نيابية. طيب إذا الحكومات النيابية من النواب، وإذا أخطأ أحد أو أساء التصرف أو أقصد يعني صار في شبهة فساد يرجع على زملائهم النواب هم اللي يحلوهم أو لا، فكمان هذه مشكلة. إذن أنا أرى إنه هذه المادة يجب شطبها. وتحويل كل من يشتبه به في هناك شبهة فساد أن يحول القضاء، والقضاء عندنا عادل وهو الذي يقرر. هو الذي يقرر إنه بريء أو مش بريء. سعادة النائب برأيك لماذا لم يتم تحويلهم أو تحويل المتهمين من قبل مجلس النواب إلى القضاء؟ الآن الموضوع يعني هو يعني المجلس النواب سيد نفسه.
والنواب لهم أراءهم المختلفة. بالإضافة ذلك أنه في أمور كثيرة حقيقة عند اتخاذ القرار لها اعتبارات الجهوية، الفئوية، المصالح المشتركة، الصداقات، وكثير من الأمور بصراحة. يعني نقدر نقول أنه في إقرار من مجلس النواب الآن بإغلاق الملف تماما؟ لا، هو ما في شيء يغلق، لأنه بالأخير ممكن يرجع القضاء. حتى الفوسفات، ملف الفوسفات الآن يبحث في القضاء، حتى ملف الفوسفات سيبحث سيحول من الحكومة، وخصوصا القضايا بعد بيع الفوسفات، بعد الخصخصة، يعني بعد الخصخصة وبعد يعني في قضايا كبيرة والآن المحاكم تحقق فيها. نعم. فهو إن شاء الله ما في ملف يغلق، يعني مثل ما بيحكوا، يعني بالأخير رايح يبين الصحيح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله رايح يبين الصحيح، وثروات الوطن ترجع لأصحابها وللوطن إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. سعادة النائب، هناك أحاديث تقول بأن هناك صفقات لإغلاق هذه الملفات، وهي ملفات الفوسفات وسكن كريم لعيش كريم وملف سفر خالد شاهين. يعني حقيقة أنا لا أستطيع أن أتهم أن هناك صفقات. نعم. لست مطلع على أي صفقة بأمانة أحكي، ولكن لما يعني من مجريات الأحداث، الجو العام في المجلس لا مجريات الأحداث، ليس الجو مجريات، مجريات الأحداث. نعم. المعطيات، يعني سكن كريم لعيش كريم كلنا نحن معتقدين أنه كان في نوع من الفساد، لأنه يعني مش معقول المتر يكلف 300 دينار لا ذوي الدخل محدود. نعم. يعني بيعطينا انطباع او على الاقل في قرار خاطئ، يعني قرار خاطئ اداري، قرار اداري خاطئ، قرار قد اذا ما في فساد في قرار خاطئ اداري، والقرار الخاطئ المرات الاداري بضر اكثر واصعب من الفساد. يعني قرار اداري خاطئ قد بالفعل يكون نتائجه سلبيه اكثر من اي خطا اخر. على جميع الاحوال لا استطيع اني اتهم انا، لانه انا وزي ما حكيت المجلس النواب مجلس سيد نفسه، وهو منتخب من الشعب، وبالتالي هو يمثل الشعب. نعم. فنحترم قراره وننصاع لقراراته يعني. نعم. انتم في المجلس هل يعني تطلعون على مجريات التحقيق في اللجان المختلفه بشكل عام، وهل كانت هناك من مؤشرات تدل على وجود شبهات فساد في سفر خالد شاهين؟ احنا في المجلس يعني الذي يطلع على لجان التحقيق هم فقط اعضاء لجان التحقيق فقط. احنا لنا بالنتائج، لانه الاصل في الموضوع لجان التحقيق هي سريه. نعم. وان لا ينشر ويعلن عن اي نتيجه الا بعد يعني وصول الى نتيجه القرار. احنا ياتينا التقرير من اللجنه ويعرض على المجلس. تقرير خالد شاهين، سفر خالد شاهين جاء في يعني قبل الاجتماع يمكن في ليلة يعني، في ونفس الشيء سكن كريم يعني، لأنه حتى لا ينشر. يعني وسائل الإعلام تناولت الأقاويل المختلفة، وكان في بعض التناقضات في الأقاويل والأحاديث حقيقة. يعني أنت شو رأيك بالموضوع؟ أنا شخصيا ليس عن مجلس بحكي، وإنما شخصيا أنا لست مقتنع بكل هذه التحقيق، لأنه تم تسريب بعض المحاضر. هو تم تسريب صحيح، لكن أنا لست مقتنع أيضا. لست مقتنع حقيقة في كل هذا. يعني سكن كريم عيش كريم رئيس اللجنة هو كان مع إحالة إلى القضاء. المهندس الوحيد في اللجنة حسب ما أعتقد كمان كان ضد. يعني لجنة تحقيق معظمها ما فيها غير مهندس واحد، كله ضد. نعم. لا، المهندس كان مع حالته على القضاء، ونفس الشيء رئيس اللجنة. الأعضاء الآخرين وهي أغلبية القرارات بالأخير كانوا مع يعني إنهاء، أنه ما في شبهة فساد وإنهاء هذا الملف. لكن مع هذا أنا قناعاتي أنه كل هذه الملفات في الأخير ستذهب إلى النيابة، ومكافحة الفساد ستتابعها، و يعني ستتحقق العدالة بإذن الله. والبريء الله يبريه. أنا لست ضد أي شخص، يعني لا أتهم أي شخص، وإنما صحيح. إحنا بهمنا أنه نحقق عدالة. صحيح. ولا بدنا نقبل أنه مجلس النواب يكون أمانة عائق أمام العدالة وتحقيق العدالة. نعم. يعني سعادتك، إحنا عم نلاحظ أنه في موجة من الاستياء الشعبي عم بتصير حول ما يدور في مجلس النواب بشكل عام. الشعب عم بيفقد الثقة نوعا ما، يعني كان عم بيعطي فرصة لآخر أمل، زي اللي بتحسه يعني على آخر رمق عم بستنى هالفرصة، وكل مرة عم بيخيب ظنه في المجلس. برأيك وين الخلل؟ يعني أنا في رأيي أولا المجلس النواب هو من منتخب من الشعب بحقيقة، وبقت استطيع أقول أنه هلا هل القانون
كان صح أو مش صح ليس ذنب النواب. الذي وضع القانون ليس النواب، الذي وضع القانون الحكومة. القانون المؤقت الدوائر الوهمية هذه لم يضعها يعني ما أقرها ولا وضعها النواب. النواب أجوا على قانون ونزلوا يعني في الانتخابات، هي إفرازات قانون ضعيف. إفرازات قانون. هلا القانون مين وضعه؟ الحق عمين؟ هي الحكومة. لا. اللي وضعت القانون. لا. القانون المؤقت مش النواب. هذا واحد. الموضوع الثاني إنه والله ليش يعني حتى بعض النواب اللي بنعتقد إنه ضعاف قد هم ينجحوا أول مرة أو أكثر ناس في المرة القادمة، لأنه الشعب لما بيختار واحد هو بيقرر. مش نعم. مش أنت بتحط فرازة وبتقول أنا والله بدي فلان وفلان وفلان. لا، الشعب جوز يقول أنا والله بدي هذا الشخص، وحتى لو عاجبه أداؤه أو عاجبه شخصه، بالإضافة للأمور الأخرى العشائرية. نعم. يعني لذلك لا نتوقع أنه حتى في الانتخابات القادمة انه اللي راح يكون كثير مخرجات يعني افضل كثيرا. انا رايي الشخصي يعني. نعم. طب شو هو التوجه لمشروع القانون الجديد؟ يعني على الاقل مثلا يكون مشروع عصري يحترم العقول الاردنيه، يحترم اراده الاردنيين بشكل عام. شو التوجه لهذا القانون؟ انا في رايي انه اي قانون، هذا القانون يعني بده تحسينات، بده تعديلات، وراح يصير عليه، أنا يعني قناعاتي أنه راح يصير عليه تعديلات جيدة وجذرية. لكن الأهم من كل ذلك هو الشفافية والنزاهة في الانتخابات. أي قانون مهما كان إذا ما فيش نزاهة وشفافية بالانتخابات لن تخرج مخرجات كويسة. لكن الآن هيئة الإشراف على الانتخابات هي التي حقيقة أنا في رأيي أو أحسن خطوة عملت من أجل نزاهة الانتخابات، لأنه هذه لا هي مستقلة تشرف على الانتخابات، لا يستطيع أن يقيل، ما في حد يستطيع يقيلها، ما حد يمدد لها. يعني هي مدتها ست سنوات، بالتالي ما له مصلحة عضو هذه الهيئة. نعم. إنه يداري وحابي، لأنه أصلا ممنوع يتجدد له. نعم. لو كان بيصلح له بيطلع له يتجدد، جوز يصير يحابي الحكومه. أه. او هذا انه يا عم عشان يتجدد لي. اما الان لا يجدد له، ثاني شيء لا يستطيع احد انه يقيله. أه. فاذا انا بفترض ان تكون هذه حياديه مستقله للاشراف واداره الانتخابات. يعني حتى من الذي يحدد تاريخ الانتخابات هذه هي نفسها. نعم. يعني الذي يحدد ليس الحكومة. نعم. الهيئة تحدد تاريخ الانتخابات بعد. نعم. ما تعمل كل الإجراءات المطلوبة تحدد الانتخابات وتحدد وقتها. إذن أنا في رأيي أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات هي إنشاء هذه هيئة الإشراف المستقلة. جميل. على الانتخابات. نعم. سعادة النائب، كان هناك العديد من النواب يطالبون بقانون الصوت الواحد وزيادة عدد مقاعد قائمة الوطن، ما رأيك بهذا الموضوع؟ هلا سؤالين. نعم. اولا نعود الى قانون صوت الواحد. صوت الواحد. نعم. انا في رأيي هذا لن يعود، لن يتحقق. حتى في صحيح في اصوات. نعم. حتى في اصوات ليس في المجلس، في اصوات حتى في الشارع. نعم. يعني لما عملوا استطلاع قالوا 60% بتم صوت واحد. صح. انا احدى المواقع والله ما بعرف وين، شو اسمه، احدى مراكز الاستطلاع. لكن انا في رأيي هذا لن يمر. احنا صوت الواحد اصوات صوت يعني مش مرغوب، اصبح حتى لو كان صحيح يعني انتهى هذا دوره الان، قد نعود له في المستقبل لكن الان انتهى هذا. هو خيار مرفوض، خيار مرفوض من الشارع. نعم. من الشعب، من الناس كله. نعم. فاحنا ليش نعاند؟ يعني في خيارات احسن. السؤال الثاني طرحته بالنسبه لعدد مقاعد قاعده الوطن. انا مع انه زياده عدد مقاعد الوطن. نعم. بصراحه يعني قائمة الوطنيه. نعم. يعني من 15 يصير 20 يصير 25، ما في ضرر. نعم. ما في ضرر، لكن قائمه وطنيه وليس قائمه حزبيه، قائمه وطنيه. أه. الاحزاب الاساس فيها قائمه وطنيه مغلقه، يعني ياتي شخص معروف يشكل قائمه وبده ينزل احزاب تنزل، مش غلط، لكن قوائم وطنيه، في اشخاص وطنيه. نعم. مش حزبي. ممكن يكون في تخوف من سيطره حزب معين على معظم المقاعد هاي؟ لا لا، هو شو، ما في تخوف بصراحه. انا بعرف هو هذا الهاجس انه في تخوف، انه في ما في، لانه كيف بده يصير؟ يعني اذا عملنا قوائم نسبيه للوطن، بالتالي كل قائمه تاخذ بمقدار نسبه ما بيجيها اصوات. نعم. فانا لا اعتقد انه قائمه مهما كانت راح تاخذ 100% من الوطن، راح تاخذ، واللي بتحكي عنهم يعني يجوز ياخذوا 30% 40% 40% من 15 هي 7 8 8. نعم. نواب. يعني الامور واضحه. ما نعم.
حتى بصراحة نفس الجهة اللي بتحكي عنها هو ما عندها رغبة أنها تستلم كل الأمور لأنه ليس من مصلحتها. صحيح. يعني خلينا نحكي يعني ما لهم مصلحة بأنه يستلموا يأخذوا ولا أنه يكونوا هم كل المجلس. مش وارد هذا الحكي. سعادة النائب، هل هناك توجه للعودة إلى قانون 89؟ هلا قانون 89 له سلبيات. نعم. يعني صحيح يعني فيهوش عدالة. يعني أنا ناخب في عجلون كان عندي طلعنا نواب اثنين يطلع لي صوت على 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 مرشحين اثنين. نعم. نائب في الكرك مثلا كان له 7 أو 9 يقدر يصوت على 9. صحيح. طيب بأي حق أنا مواطن وهو مواطن أنا يطلع لي أصوت على 2 وهو يطلع له صوت على 9؟ الآن اللي وجد الآن حطوا حد أدنى إنه 2 لكل واحد لكل ناخب سواء بالعقبة، هو يعني العقبة عنده 3 نواب مثلا، حطوا 2+1 للوطن هاي 3 له الحد الأدنى، حطوا 2 على مستوى المحافظة وصوت على مستوى الوطن صار 3 لكل مواطن، وهذه في رأيي أنا عدالة. مش معقول انا مواطن في العقبه يطلع لي بس اصوت على 2 اختار 2 نواب ومواطن في عمان يختار 15. غير منطقي. هل هذه عداله؟ اما لماذا برغبوها؟ لانه الاحزاب المنظمه وهو حزب واحد خلينا نحكي بامانه. نعم. صوته بقدر 15 صوت بصير. يعني اذا في ناخب منظم بيجي تعليمات صوت على 10 هذول، اللي مش منظم بيجي اللي بده صوت عليه بصوت على 1 على 1. ليش؟ بقول لك بديش اصوت على الثانيين احسن ما. صحيح. احسن ما ينجحوا الثانيين. صحيح. فبصير الناخب اللي في عمان اللي منظم له 10 بصوت على 10 كنت يعني بسجلهم كلهم، والنائب اللي مش منظم بصوت على 1. اذا صوت المنظم قد 10 اصوات من المش منظم. بس قانون الانتخاب الجديد عدد كبير من الأحزاب والتيارات السياسية ساعدتك رفضته يعني. صحيح. هي أتصور أكبر رفض له بالنسبة للقائمة الحزبية، يعني القائمة الحزبية اللي عليها رفض كثير، وأنا أتصور راح تعدل هذه. راح تعدل وفي مفاوضات مع مؤسسات المجتمع المدني ومع الأحزاب، وراح بالفعل إحنا في المجلس وهذا بعد يعني ما جلسنا مع الإخوان وراح يصير جلسات وحوار وحتى نعمل قانون إن شاء الله توافقي. إن شاء الله. إحنا بنرجع بنقول بالنهاية بدنا نشوف العدالة على أرض الواقع بإذن الله. إحنا كتير انبسطنا بوجودك سعادة النائب. أنا بس على السريع كلمة أخيرة تفضل. إنه إحنا بدنا قانون انتخاب اللي مخرجاته تمثل كل الشعب. أه. تمثل إرادة الشعب، وتظل إنه في لنا سقوف إلا هو الانتماء للوطن وولانا للقيادة. إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر إليك النائب سميح المومني ودنيا الصحافة، نور فيك. شكرا إليك. شكرا إليك.